جزاكم الله خيرا. السائلة: ما حكم تجعيد شعر المرأة؟ والتجعيد هو جعل الشعر مجعدا مدرجات بدل أن يكون سائحا. لا بأس بذلك، لأن هذا من التجميل، لكن على صفة لا تشابه صفات غير المسلمين. ولكن المعروف في التدريج هو قص الشعر وجعله مدرجات، هذا لا يجوز. إنما إذا كان الشعر سليما ولم يقص، وتكده وتدهنه وتجمله تضفره أو تجعله سبطا، لا مانع من ذلك، من الجمال. نعم.